من المقرر أن تعرف المباراة بين فريق الوداد الرياضي ومضيفه مولودية وجدة يوم الأربعاء المقبل برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية انتقال جماهيري كبير للنادي الأحمر، وتشهد الرحلات الجوية المتوجهة إلى الدار البيضاء تنقل جماهيري كبير للنادي الأحمر، وتشهد الرحلات الجوية المتوجهة من الدار البيضاء إلى وجدة إقبال كبير في الساعات الماضية، وأيضا عبر الرحلات العادية، حيث يسعى أنصار الوداد الرياضي إلى دعم لاعبي الفريق خلال هذه المواجهة لحسم لقب الدوري. ويحتاج الوداد الرياضي إلى نقطة وحيدة من مبارتين اثنين لحسم اللقب رسميا دون انتظار نتائج مطارديها الرجاء. وكان الوداد الرياضي قد حقق يوم السبت فوز مهم على حساب الدفاع الجديد بنتيجة 2-1، حيث بات الوداد مطالب بتحقيق نقطة وحيدة لحسم لقب الدوري. تصدر الإشارة إلى أن المباراة بين الوداد والمولودية ستجرى يوم الأربعاء بداية من الساعة 6:00 مساء على أرضية الملعب الشرفي بوجدة.